انت اللي تبكي لابد من الثورة لجيل جديد بيفكر بطريقة مختلفة، وهيدا شيء حتمي. بس كان دائما الخوف من الثورات العنفية والثورات المسلحة، وشفنا النتائج تبعها. وأنا كنت من الأول وحكيت بأكثر من مطرح وبتونس الحبيبة كمان من فترة صغيرة، قلت أنا رغم البعض أنه ما بوافق أنه لابد من الثورة السلمية ولابد من الثورة اللي بتاخد وقتها. يعني الثورة اللي بتطلع بسرعة عم توقع بأخطاء كتير. أنا برأيي بالعالم العربي نحن بحاجة لثورة، بس هي ثورة على الداخل، بثورة للتغيير، بس التغيير المنظم الهادئ السلمي. وأنا برأيي أفضل ما يمثل هالحالة، رغم أنه المغرب لا تشكل ثورة ظاهرية، بس أنا بعرف عند الناس عندهم طموح للتغيير، بس التغيير ضمن التطور الطبيعي للإشياء، وهيدا أهم شيء. حكم ملكي، ومش عم بقولها لأني بالمغرب، قلتها قبل بمرة، هي بتعطي الأمان والطمأنينة للعالم، ولذلك بيصير التطور عند الناس بإشياء ما إلي علاقة بالأنظمة، إلي علاقة بحياتهم اليومية، باقتصادهم، بأمورهم للتعبير. لذلك أنا بشوف المغرب، ويا رب يكون هيك دائما، هي خير مثال بهالحالة. هيدا بدي قلكن أني بحبكن ودائما تواصلي معكن عبر هالأغاني. إن شاء الله دائما هالأغاني بتمثلكن وبتحكي عنكن، وشكرا لكم على كل شيء.